نعم عمر، هي عمليا نتحدث عن عملية واحدة نفذها اثنان باستخدام ثلاث مركبات إسرائيلية. نتحدث عن فلسطينيين من بني النعيم في منطقة الخليل كانا قد دخلا دون تصريح داخل الخط الأخضر، وصلا إلى رعنانة. أحدهم كانوا قد وصلا قبل أيام يعني، وأحدهم كان يعمل في مكان لغسيل السيارات، استولى على مركبة وقام بعملية دهس، والآخر أيضا كان قد طعن إسرائيلية قتلت أو أعلن عن مقتلها بعد إصابتها بجراح حرجة، ومن ثم أيضا بعد طعنها قام بعملية دهس في مكان آخر قريب من المكان الأول. لذلك نتحدث عن عملية واحدة نفذها فلسطينيان. أعداد هي عملية كبيرة، عملية من وجهة نظر الإسرائيليين عملية موجعة. نتحدث عن تقريبا 17 إصابة، من بينها ثلاثة إصابات بجراح خطيرة والباقي جراح متوسطة حتى الطفيفة، بالإضافة طبعا إلى مقتل إسرائيلية كما قلت. ربما لو يعني المهم في هذا الأمر أيضا الحديث عن التداعيات. أولا نتحدث عن اختراق للأمن الإسرائيلي أو خرق أمني إسرائيلي، بمعنى أن شابان ليس لديهما تصريح ورغم ذلك تمكنا من الدخول إلى داخل الخط الأخضر، رغم أن خلال السنتين الأخيرتين عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على سد كل الثغرات في السياج الحدودي من أجل منع عمليات التسلل، بعد أن كانت قبل سنتين عمليات كثيرة داخل الخط الأخضر وفي مدن داخل العمق الإسرائيلي. الأمر الآخر هو بأن أيضا الشباك يعرف عنهما، بمعنى أنهما حاولا في السابق أيضا الدخول دون تصريح إلى إسرائيل، والشباك يمنعهما لأسباب أمنية من الدخول ومن تلقي أيضا تصريح للدخول داخل الخط الأخضر والعمل داخل الخط الأخضر. الأمر الآخر ربما تداعيات هذه العملية عمر هي بالأساس على العمال الفلسطينيين الذين فقط بالأمس يعني سمعنا عن خطة تجريبية اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية، لم يوافق كل الوزراء عليها، ولكن هذا بسبب أيضا الضغط الأمريكي. كانوا قد اقترحوا في الحكومة الإسرائيلية خطة تجريبية للبدء بشكل تدريجي بإدخال عمال من الضفة الغربية نحو مدن إسرائيلية من أجل العودة إلى أعمالهم. الحديث عن فلسطينيين فوق 45 عاما، إضافة إلى منعهم وفق هذه الخطة من المبيت داخل الخط الأخضر وإعادتهم في نفس اليوم إلى الضفة الغربية. اليوم بدأنا نسمع ضغط شعبي، وأيضا بعض الوزراء بدأوا يقولون بأن بعد هذه العملية لا يمكننا أن نوافق على إعادة العمال الفلسطينيين إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر، هذا رغم التوصيات الأمنية من الشباك وأيضا من أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن هذا مصلحة إسرائيلية أولا من أجل دعم قطاعات البناء والزراعة التي هي على وشك التهالك بسبب نقص الأيادي العاملة خاصة الفلسطينية، والأمر الآخر لأن كان هنالك تحذير لنتنياهو سمي بتحذير استراتيجي بأنه إذا لم تحول أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية وإذا لم تسمح إسرائيل بإعادة العمال إلى داخل المدن داخل الخط الأخضر هذا سيؤدي إلى اشتعال الضفة الغربية. اليوم سمعنا هذا الأمر أيضا من جالانت حين قال بأن العرب واليهود على حد سواء يعيشون بجوار بعضهم سواء في الضفة الغربية أو داخل إسرائيل، وهو عمليا يدافع عن موقفه أمام الوزراء المتطرفين ويقول بأن علينا توفير حياة للجهتين، حياة كريمة بمعنى اقتصاد وما إلى ذلك، وبالتالي يبدو بأنه سيستمر في دعم هذه الخطة لإعادة العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر. عمر إذا سمحت لي أيضا يعني أهم تصريحات جالانت، كان هناك بعض التصريحات المهمة التي سمعناها منه، هو يعطي أهمية كبيرة لهذه الحرب، هو أيضا يحاول استهداف هذه الأصوات التي تقول بأنه يجب إعادة المحتجزين الإسرائيليين بأي ثمن حتى لو كان الثمن وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب. هو يقول لا يمكن استعادة المختطفين سوى بالضغط العسكري. طبعا
هذه النظرية أثبتت فشلها، لأن إسرائيل حتى الآن لم تستطع استعادة أي محتجز، لا عن طريق عملية عسكرية إلا عن طريق التفاوض استطاعت إعادة بعض المحتجزين. وهو نحن نعلم بأن جالانت ونتنياهو يريدون الاستمرار بهذه الحرب. الأمر الآخر أيضا قال بأن جيش الاحتلال أنهى مرحلة من 3 شهور من المناورة البرية المكثفة في شمال قطاع غزة، وسيكمل هذه المناورة المكثفة في جنوب قطاع غزة، من ثم سينتقل إلى المرحلة القادمة. اليوم فهمنا بأن خلافا للضغوطات والطلبات الأمريكية، إسرائيل ستستمر بالعمليات المكثفة هذه حتى نهاية شهر يناير الحالي، ومن ثم ستنتقل إلى عملية أقل كثافة وأقل حدة التي تعتمد على المداهمات والمعلومات الاستخباراتية. وأيضا قال جالانت بأنه في شمال القطاع إسرائيل فككت الأطر العسكرية لحماس، أمر أخير على عجالة وهو ربما الأهم. قال جالانت في مؤتمره الصحفي بأنه يجب أن يكون لدينا رؤية سياسية لما بعد الحرب على قطاع غزة، وأن هذا أمر مهم لإنهاء هذه الحرب والاستمرار، كيفية الاستمرار في قطاع غزة. قبل دقائق فقط القناة 13 تحدثت عن تحذيرات من رئيس هيئة الأركان لجالانت ولنتنياهو بأن الجيش يحتاج إلى رؤية سياسية لما بعد الحرب، وإلا لن يحقق الإنجازات في قطاع غزة، خاصة لأنه إذا لم يكن هنالك رؤية ولا يعرف الجيش كيف سيخرج ومتى سيخرج وسينسحب من قطاع غزة. قال بأن حماس تعيد تنظيم صفوفها أيضا في شمال قطاع غزة، وهذا يهدد أمن الجنود. كل هذا بالطبع بسبب نتنياهو الذي يرفض حتى الآن نقاش قضية اليوم التالي الذي تم تأجيله أكثر من مرة، وحتى الآن لم يتم نقاشه داخل الكابينة الأمن السياسي.